السلام عليكم، صباح الخير وصباح النور وصباح التيسير والسرور على احلى جميلات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اجواءكم واحوالكم وصهوداتكم كي غادي معاها وكي غادي مع العطله الصيفيه؟ الناس اللي مشاو للمغرب صحتكم وراحتكم، وحتى اللي بقاو في كندا تما بصحتهم وراحتهم. ماشي مشكل، مهم يا ربي تكونوا، اهم حاجه تكونوا كدوزوا غير وقيته زوينه مع الناس القراب ليكم وحبابكم. اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو زوين 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 بزاف، فيه بزاف الحوايج ان شاء الله اللي غادي نبارطاجي معكم. ان شاء الله غادي يكون فيه بعدا واحد العراضه بحال اللي غادي للمغرب تقريبا، حقدروا تحسبوا غادي للمغرب. اختي لبسوا فيها جلي لباس وغادي نمشيو نعيشوا، حنا باقي غادي في التم ديال العيد، واو ميم طون غادي تكون فيه خريجه، غادي نشارك معكم بزاف الامور. اول حاجه العاشقات الهميزات، جبت لكم هذه المره برومو خطيره خصوصا البنات اللي حاليا كاينين في المغرب. بزاف لقيتهم في الفيديوهات الاخرى كيسولوني على الحجامه، كيقول لي هذيك السيده اللي كنتي كتمشي عندها تشوف ماما كديري عندها الحجامه. شوفوا راه هضرت معاها وقلت لها راه كيسولوا البنات، قالت لي صافي اللي سولاتك قولي على هذا البرومو اللي دايره حاليا، دايره البنات ماساج كلها هنايا البارتي كامله العنق الكتاف اليدين كلشي، بزائد الابر الصينيه. الابر الصينيه راكم عارفين شحال صحيين وعندهم واحد المفعول خطير على الجسم، وزائد الحجامه يعني كؤوس الحجامه، هادشي كامل فقط 290 درهم ايها البنات، يعني الثمن ما تلقاو حتى شي بلاصه اخرى. 290 درهم فيها الابر الصينيه الحجامه وماساج، ولا بغيتو سوان فيزاج حتى هي راه عندها كديروا زوين بزاف، دايره ليه 250. ولكن الا بغيتو هادشي كامل يعني ماساج زائد الحجامه زائد ابر الصينيه زائد سوان فيزاج كومبلي، هذا دايره ليه فقط 499 درهم. 499 درهم يعني غادي تخرجي ناضيه من داك الشر فيه. واضافه لذلك يعني اللي كيبغيو حتى لي برودوي بيو راه عندها هاد لاكا ما نوريها لكم. المهم انا كنت جبتها معايا اخر مره وصيت ماما عاوتاني تجيبها ليا معاها. هادو هما اللي مداومهم انا حاليا لوجهي، واللي هو كريم الليل وكريم النهار. كريم النهار بلي زوين فيه، هو داخل فيه حتى لي كونسولير، وعاد عندها هذا الكولاجين، هذا كنديرو ماسك تقريبا نقدر نقول لكم كنديرو هذيك مره حتى لجوج مرات في السيمانه. الكولاجين كدهنيه وكتخليه حتى كينشف عاد كتغسليه. عاد عندها هذا غوماج حتى هو، عندها واحد الماسك هذا كنت داومته انا واليزا زوين، ماسك ديال الشعر كله مختر بالزيوت كنديروه، قولي تقريبا كنخلي هذا بالحق 3 ساعات ونلوي شعري بالسلوفان ونخليه مزيان بالزيف حتى كيشرب عاد كنغسلو. كاين عاوتاني عندها دي بورت كاريتي اللي كيقلبوا على شي حاجه تكون زوينه، هذا جيل دوش واعر بالعود، هذا حتى هو زوين عرفتي، كتغسلي به كتبقى الريحه في الجسم ديالك. وعاد كاين عندها هذا خليط ديال الزيوت اللي ضد تساقط الشعر. كاين عاوتاني هذا سيروم ديال الوجه وديال العينين. المهم صراحه عندها كام زوينه بيو يعني اللي كيصايبوها في المختبر وكل شيء، وحتى لي بري كيبقاو ريزونابل ديال لي برودوي كوزميتيك. وكما قلت لكم عاوتاني لي برومو راه كتبقى عاوتاني هذيك هضره اخرى. حنا باقيين عايشين اجواء ديال العيد، شوفوا لي ركزوا لي على الحولي ديال البشره، حولي في الضوغي كثرت ما بشره كتحماق على الضوري، تنحولي الديكور عندها في الضوغي. شفت تبارك الله الجلسه يلا والحطه مجمار مسائيل، حنا عايشين اجواء ديال العيد تبارك الله. في كندا عندنا 7 ايام في العيد. انتم تبارك الله ما شاء الله تشنشيط خدام. هاني دابا القلب وما يموت حبيبي ونموت انا وما يموت غزالي والعالي معاه، وين دريبا سكنه جميله والعالي معاه، وين دريبا وسكنه الحبيبه والعالي معاه، وين حوما وسكنين انتوما وحمد
انا تبارك الله على الاجواء، شوفوا لي الاجواء، اجواء دافئه مع بارده. المهم اللي بغى سخون يجي يجلس هنا، اللي بغى يتبرد يمشي له. وشوفوا لي الطويله تبارك الله ما شاء الله، اللهم زيد وبارك، طويله وتواول السماق المغربي، الله يعطي الصحه البوشره. المهم هنايا قادات الزيتون مشرمل على يديها، هذا دابا ما عندي ما ندير لكم. هادشي لقيته موجه، شو تبارك الله ما شاء الله غزال. انا بعدا نقبت من الزيتون، هنا قادات المقبلات المغربيه الدافئه ديالنا ديال الخضراء. فوالا هاد الدنجال معنا كنحماق على شي حاجه سميتها الدنجال، والمقبلات البطاطا زوين مبينين صايبين غزالين. وخلاص التاويل والحطه هادو، هذا كيتسمى طرز الغرزه ياك. المهم هذه الزواقه ديالو، ذات صايباتو بالحجر بالطريقه التقليديه، تفرنوت ياك، تفرنوت تفرنوت. غنوريكم فاش صايباتو هاد، تبارك الله ما شاء الله، هنايا قادات المسائل صايباتو داكشي على الطريقه المغربيه. صافي هنايا المشاوي اللي تعاوننا عليهم، البولفاف، الحولي ديالنا، والسلقراب دائما حاضر، حاضرين بقوه. صافي وصليدات البلديين ديالنا تبارك الله ما شاء الله، اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب العالمين. بريريت جاي في الطريق وماشي اي براد، براد محضر في الطبيعه. شوفوا المقراج راه هو المجمر تما فين غادي تشحر لينا البريريت ديال اتاي، حد الكليسه يا سلام على الهواء الطلق. شو تبارك الله ما شاء الله، وخط هذه راه الناس يخلصوا على الطياره باش يجيو يدوزوا هذه الكليسه هذه، وفين في كندا. تبارك الله ما شاء الله. المهم شوفوا بشرى وجدت لينا هاد الحطه، هذه حطه مطرزه في الاخضر الملكي يا سلام. والتعميره ديال البراد ماشي بداكشي ديال السكر وداكشي، انما المساند الرسمي ديال معظم المغاربه واللي هو قالب ديال السكر اللي كيرافقنا في مناسبات الزوينين والخايبين في المغرب. الله يعطيها الصحه، هانتوما المجمر ديالنا. السلام عليكم، صباح الخير وصباح النور وصباح السرور وصباح البغيرات يا لالا، وكويسه ديال اتاي مشحرين. المهم في يوم جميل ومشرق ومشمس، قولي انت صافي عمرك قلتي لنا يوم خايب ولا يوم غير جميل؟ الحمد لله، الله يديم علينا دائما يا ربي، تكون ايامكم كلها زوينه كلها سعيده كلها يا ربي. في هذا الفيديو هذه الدخله هذه يفيض عليكم الرزق والسعاده والطمأنينه واي حاجه زوينه. المهم اليوم زوين غادي تدوزوا معايا ان شاء الله، انا وخالتكم ناديه ضربت عليه واحد كيما نقولوا واحد بريريد. ماما هذا هو اللي قلت لي شميتي ريحته؟ لا ميتي. قالت لي ماما قالت لي ريحه اتاي، حتى هي اش دارت؟ هي راه عندها الزوناج ديالها، كنوض الصباح لقيتها فقط لقيتها جالسه شاده واحد الكويس القهوه، هو كملات وغسلات. شوف الناس رقدا ونضاو غسلات القهوه وسلام. المهم انا يلا قلت لها بلاتي اختي مشى صايب اتاي، يلا دابا تعاودي معنا الفطور. غادي نبان لكم التحضيرات ديال شي بيكنيك ولا شي خريجه. المهم اليوم البيكنيك غادي تكون مختلفه شويه، غادي نوريكم بعض التحضيرات اللي وجدت دغيا دغيا حتى لاخر دقيقه. هنايا هاد البواطه هادي درت فيها سلقت هذا المحمصه بالالوان ومعها الكينوا، سلقته مع شويه الملحه والزيت البلديه وهذيك ورقه سيدنا موسى ولا ورق الغار. صافي من بعد صفيتها زدت عليها الخيار، فلفله، الزيتون ولا الكورنيشون. هنا غادي يبان لكم هاد الليمونية هذا تقولي شنو هو الانتصار، تقدروا تزيدوا هذا زدت انايا الصومون فومي، الصومون فومي مقطع رقيق راه تشوفوه بحال اللي شلطتو، بواطه ديال الطون اللي كتحيدوا لها غير نص الزيت ديالها. تقدروا ديروا دجاج مقطع رقيق، تقدروا ديروا هذاك لادان فومي الدجاج المدخن اللي عندكم كتقطعوه، بعد الذره شنو عاوتاني الذره، المهم عطا الله ما تزيدوا معاه. صافي ودرت الملحه البزار زويته بلديه وشويه ديال هذا ديال واش كنجي مايونيز، مايونيز المهم معتميلي دايخه. صافي غادي نخلط ان شاء الله هادشي كامل. هنايا بواطه ديال الحمص، هذه ساهله دغيا دغيا موجود الحمص زوين، هذا حمص بالثومه مشويه شعتي كيجي زوين صراحه. هذا غادي نديرو هكا مع بحال كديبيه يعني الدب. وهنايا درت هذا الدجاج، الدجاج في الفران زوين، وانت هو درتو السلطه هي. صافي خلطتها جمعتها
هنايا هزيت لي بيسكوي ولي كوكيز. الفاكهه يا اختي، الفاكهه حتى هي قديتها، خلط قرقاع لوز تمر داكشي العصير مناضات طبيصلات. خرجنا من الدار، شوفوا لي انتما صكادو غادي في رحله مدرسيه. ها يا ماما، ماما واحد التحيه. سلام سلام. ماما مسكينه سخفانه قالت لها الشمس. اليوم تبارك الله صافي شحال ماما شفنا في الطوموبيل 32 شي 32 درجه تبارك الله سخون الحال، ولكن هذا ما يمنعش اننا خاصنا نستمتعوا في الصيف. قولي انت صار دابا شنو القضيه في هذا البيكنيك؟ هذا البيكنيك بلاتي ندوركم، شوفوا راه بعد اليزا واريز راه غاديين سابقين. ما عرفتش بان لكم ولا لا، المهم تنقرب لكم شويه. عرفتي تبارك الله الدنيا عامره، عرفتي باركين ما لقيناش بلاصه، استاسيونينا بعيد. المهم جينا لهذا البارك، واحد البارك عندنا هنا معروف في مونريال واللي هو لا غوند. فاش فكرك ماما هذا البارك هذا بحالو في تورونتو واللي هو كنادز وندرلاند، واعر واعر كاين في فون. اليزا كتقول لكم السلام، ضروري اليزا خاصها دير لكم التحيه. هانتوما الوريدات كنقدمهم لكم يا احلى وريدات. هنا واحد البلاصه هكا فين يتبردوا الوليدات. شتوا اليزا دخلت تبردي، دخلت تبردي، ولكن بس زوينه نوريكم. هنا كاين واحد لاسباس الماكلة تما تشوفو كتقدري تدخلي تما وتبردي. ماما سيري ترشي عليك شوية الماء. حنا جينا وقفنا نتبردا، ضرب فينا الهواء. الله الله الله، هاد اللعبة هادي زوينة. اليزا كتدخلي تعمري بالماء، اش بالك ندخلو ليها؟ زوينة هادي. شوفو هاد اللعبة هادي ليك ترشتنا. ويلي ويلي كترشنا. شوف هادي وهادي دير بحال الزليفات، وكيبداو يشارجيو الماء ويرشو كرشو على بعضيات. هادي نيت الحرارة باغي هاد اللعبة هادي، الله يلا خطيرة. عاد كيرشو علينا ويلي ويلي، التليفون ردو البال بزوينة. شوف راه هما كيرشو عليك اللي كيلعبو، وحتى اللي كيتسناو نوبتهم تا هما كيقدرو يرشو. ديري اللوم هنايا مين التليفون كله عبر. كنعلنوا الحرب على بعض. هاد اللعبة هادي تا هي واعرة، شوف هادي هادشي خطيرة. شوف شوف الخلعة تلقي مني، هادي كانت لعبتها شحال هادي. دابا ما نعرفوش باقا نقدر نلعب شي لعبة بحال هكا ولا لا، وليت دغيا كندوخ. وخلاص الدراري الصغار ما كيسمحوش ليهم يديروا شي لعبة بحال هكا، والسيركوي ديالها طويل. هما دايزين ماما راهو زوينة صافي كيفرانيهم هنا ويبقاو غاديين بهم شويه شويه. جينا دابا هنايا لهاد اللعبه هادي، هادي خطيره. هادي كتركبوا بزاف فواحد الباطو وكتجيو من الفوق وكيتلاح بكم، كتجيو على بحال بحال كتهبطوا في الشلال تماما. ها هي كتخرجي في هكا. انا رانا شحال طلعت كلشي كيكون متحمس وغادي ليها. شتو الحضروا ليها. غنشوفو ما نبقاو متبعينهم حتى يهبطو من لهيها. جايين هما جايين. عرفتي انا مخلوعة في بلاصتو. شوفو ماما واعرة. سكنة سكنة سكنة. وين سروالي كلها مسقوقة بيشتي. هاد اللعبة تاع الخلعة شوف لك الاشباح. وينين هنايا دايرين لنا هاد لي فونتين هادو، هادوما اللي قلت لكم عليهم. كتجي كتعمري قرايتك. الله شوفوا الماء كيخرج مقلاص بارد. كاينين هادو، كاينين هادو ديال الوليدات الصغار اللي كيكونوا قصار شويه، عاد كاين هادو. المهم نافعيننا بهم. ها مع دابا الصهد. زيدي عمري ليا عفاك ماما. دابا نرجعوا للطفوله، جينا غادي نحلقوا بالبالونات. اش كيتسمى الباراشوت؟ ماشي باراشوت، هذاك شي عنده واحد السميه هاد البالونه ما عرفت شنو هي. المهم ها هو الصف بعد هاد الالعاب ديال الدراري الصغار كيما كيكونش بهم كاع الصف.
هذوك ديال الكبار اللي كيكونوا كتشدي الصف عندك نص ساعه ساعه وكثر. هاتي ناديه ستحلق عليا. هاتي جينا لهاد اللعبه دغيا دغيا موقفنا شتا دقيقه مقاده احنا غادي نطيروا. اننا ندور 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 نحن نحلق وتحلق فراسي ما سمعتي. جيبوا لي الدوخه ياي تبردوا على هو داير البنت السلامه هذيك اللي باغي طالب السلامه مع شي لعبه هي الله على درب دارك. دابا نلعبوا في النحله اجي يشيلوها بعجيبينو وعقلت على داك القطار عرفتي شحال كانت من الالعاب الواعره اللي كيعجبني نلعب في صغري ديك الساعه فاش كنا نمشيو بارك سينديبان السكه. بالقطار شوف شوف البقيرة اري شوف ها شتيها كتبقى كتقربي لها شوف 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 زوينة هادي طالقين الصوت عرفتي ديري داك السيركوي ديالها زوين هكا جاي وسط الشجيرات هنا واحد المنيظر شحال غزال الله عرفتي مع هاد الحركة تقولي مكرهتش نمشي نتلاح شوف واحد الوريدات هذا هو اللي انايا زارع على عرفتو في هذوك المحبقات كنقول لكم راه صدقوا زوينين شوفوا كاين فيهم حتى الصفر ولورونج زوينين صراحه فنين هادو زعما الا لقيتوهم شي نهار زعما اللي عزيز عليهم يديروا محبقات والغرس وداك الشيء فريمون غزالين كيصدقوا على زويناتهم. قالت لكم ناديه صافي بدات كتعيا عييت صافي مسكينه بقات دايره على الخاطر دايره هذا يا اما العيا يا اما الجوع يكفي فك الجوع نزيدو شي لعبه ولا جوج ونخرجو ناكلو ان شاء الله مع جايبين ماكلتنا هنا كتلقاي الفرايز ويعني البيتزا وداك الشيء هي صراحه انا هكا اون فامي احسن حاجه كتجيبي ماكلتك ديال الدار كتوصل لقيتها بعدا جايبين هنا في ساكادو جايبين لي بيسكوي العصير داك الشيء ايوا صافي وان شاء الله شويه نزيدو دابا جينا واحد اللعبه مضاله بعدا زوينه يلا الصفا هو توا غادي شو تشوفوا معنا هذه اللعبه هذه اللعبه ديال الطياره هي اللعبه اللي دابا غادي نطلعوا فيها شوفوا كتبقى غادا كدورك وتطلعك دورك وتطلعك وهي دابا كتهبطك شوفوا زوينه كتبقى غادا هكا كدير بك هاد السيركوي هذا تهبطي كيما نقولوا طلعي حليب تهبطي البن خالتكم ناديه تانستالات تانستالات بلاصه جيو تانستالات حلويه بسم الله هادشي واحد الشميشه كي دايره فريمون صافي لعبه زوينه هادي طلعوا مخضونا واحد شويه اليسا اريس وطلعنا دخلنا وهبطنا ها عرفتي راسي تزنزن عليا في هاد اللعبه جداني وعلاش مشيت ها دوخو عرفتي كيشدو كيدوخوك مزيان كتبقي عارفه راسك خاصني اطفي هادي جبتي واخا هادي هادي حتى هي لعبنا هذيك النهار كدوخ لك النوامر ما كتبقاي عارفه لي من غنلاصه غنديرو هادي هادي الا بغيتي هادي تسلافات لي كدوخ هادي حتى هي زوين سمعوا 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 واحد الصويه تجينا لي المهم هنا خرجنا من البارك زدنا هاد الطواله هادي باش نجينا الباركينغ ها الحصيره ديالنا تقولوا داكشي ماشي بيان ايكيبي اش سمعتي ماما العصافير سبحان الله العظيم جديد المهم هاد هما وجينا هي غديتنا الحمد لله فوالا المهم غديوه خفيفه ظريفه اصلا تبارك الله راه جبنا معنا داكشي تلبيسكوي وداكشي كثير هاك حلي حلي حبيبه صافي وغادي ندوزو الوليدات كيحماقو على هاد الصالاد هادي بعدا ولادي عزيزه عليهم هاكا اريزو شوفي كتجي البنات كتجي فريمون زوينه ها هما دابا جايين نوكلو الفراخ القليه خالتكم نادية خلات المشاش في المغرب جايه دابا كتوكل الفراخ كتربي لهم القليه هادو كيموت على شي حاجه سميتها القليه هادو يموتوا على القليه هادو فما درتي في الباركات داكشي كتلقايهم ضاربو قباح هذا قباح
تجينا هنا البنات ديروا واحد البوز او ميم طون ندهن شويه ديال ليكرون. مناسبه هذا هو اللي دابا دايره انا كندير انا والدراري سميتو اون باي كارن ديال كارني زوين. هذا البنات فيه 60 شفتوه ديال 60 حتى دابا الحراره شويه مجهده 60 يالله يالله تحافظي على الوجه. وانا اللي كيتكحلوا ليا دغيا شنو هما اليدين مع السوكان وداك الشيء اليدين كيوليو كحلين. ماما قالت لي ولي ديري ماما كديري قلتي لي كاف على السوكان قالت لي ماما من الاحسن تولي ديري اللي كاز قالت لي باش عرفتي علاش كيولي يبان عندي واحد الفرق يدي دغيا كتشد فيهم الشمس نيت خاصني ندبر على شي اللي قالت لي يكونوا هكا ديال القطن ما يعرقوش. اليزا هكا بنتي ديري الوجه وجهك كيتحرق ها هاك ديري دير لا خاصنا تقريبا مع دابا الجو سخون تقريبا كل 3 4 ساعات ندهنوا غونت. فاش فكرك ماما هذا البارك هذا بحالو في تورونتو واللي هو كندا's وندرلاند واعر واعر كاين في فون صغير وريناه وتخيلي معايا هذاك بعد هذاك البارك عندي مع واحد الذكرى عجيبه شنو هي واللي هي في حمالتي الاولى كنت هذيك الساعه باقي ما عارفاش راسي حامله يعني جات عندي اختي ديك الساعه دوز معايا واحد الشهر الصيف اختي مريم الصغيره اللي دابا في فرنسا. المهم جات عندي وقلت لها اول حاجه مريم غادي نمشيو لذاك البارك. المهم قطعنا لي بيي وداك الشيء مشينا موراها بيومين تخيلوا معايا ركزوا معايا مشينا كاع الالعاب الخطر لعبتهم بيومين مشيت درت التيست لقيت راسي حامله اليزا لا باليزا اليزا حملتي الاولى كانت مريم هذيك الساعه باقا صغيره يلا في السيزيان ايوا تخيلوا معايا لقيت راسي حامله عرفتي وتخلعت كنت ناري لعبت كاع دوك الالعاب الخطر تاع الخبيط وداك الشيء كلهم لعبتهم سبحان الله العظيم ربي هو الحافظ سبحان الله العظيم الا ولد الدنيا راه ولد الدنيا سبحان الله العظيم ايوا الله يفرحكم حتى نتوما باللي كتمناو. المهم ماما باقي عندك جات تلعبي هاد الالعاب هذا كاين الالعاب انا اخر مره جيت مع الدراري دابا هادي واحد 20 يوم بحال هكاك دخلت عرفتي وصلت للدار ادفيل نيشا شربت جوج ادفيلات عرفتي جاتني ديك الدوخه نديرو حنا السالي ولكن في الصغر زعما الصغر اللي شافني يقول السيده ما عاد علاه خرجت لا غوتخيت ولكن ما الدوخه كاينين شي وحدين كيدوخوا اللي دابا جايين نشدو النوبه ليها كدوخ هادي فراس هادي ركبنا فيها ديك النهار اليزايك عقلتي ركبنا فيها جوج مرات عرفتي هبطت كاو سميتها التوربيون قالتي نادية مستعدة دير هاد اللعبة هادي صافي اتم استعداد قالت لك صافي هي مستعدة اليزا خلاص كتعجبها هاد اللعبة هادي هي واريس لافات دابا ها طلعنا عرفتي راه يدورونا بحال الهريره خاص مع الدقيق والحراره بحال اللي دابا مطلعينا فوق شي بوطه كنتقلاو كنتقلاو شحال دابا ثلاثه تكون دابا كثار من شي 35 درجه عرفتي الحراره ايوا صافي دابا يدورونا ضروري ما تدور دابا غادي نلعبوا هذه اللعبه هذه عقلت على من اللعاب القدام اللي كانوا كيجيبوا في لافوار هي هذه كطلعك الفوق مزيان راه مازال دابا يلا كتدي لهم التسخينات شوفوا 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 واعر هادي عسل ولكن اختكم تيسر بدات كدوخ ماما مسكينه جاب الله جايبه لي ادفيل باش نشربو حيت فريمون بدات كتشدني الدوخه شويه ولات راسي على ويلي 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 الفنيده ويلي الدو طاح صافي ماما مفكاش الدو مشى عطيني واحد اخرى اللي عندك شوف هادي كاد دوخني حتى هي هي فايتة لعبة هاد اللعبة هادي مع فرنسا ياك ماما وكاين راه فايتين لاعبين بحالها كاينة حتى في كندا زوندرلاند اللي في تورونتو شوف بعدا هنا يدير لهم واحد الكليسة زوينة هادي البنات كلها بالعود عرفتي راه كتخلع كتخلع هادي كيخرجوا عظامك مسيوسين نوريكم شوف عرفتي كتبقى تلوي فيك تلوي فيك تلوي فيك حتى كتهبطك مسيوسة هادي اللي عندهم مشكل الظهر والعنق وداك الشيء ما يحاولوش يركبوا فيها غادي نمشيو حنايا دابا حتى هذيك راه يبان لكم كدور هذيك حتى هي خطيره زوينه غادي نختموا هذا اليوم الجميل من وسط هاد الالعاب اش كتعقل على هاد الالعاب واو على الشغب كان فيهم زوينين شفت هاد العودانات هادو المهم شنو الدراري انا سرحت انا شفت العودانات فكروني في الايام الزمن الجميل راه اريس راه هو بعدا ليها شو عنده كيفكروني هادو حتى فدوك اللعبات عقلت عليهم اللي كانوا كيعطيونا
كادو صغرنا عرفتي هذيك اللي كتبقى تدور. اللعبه هذه كتجيب النعاس مع الموسيقى اللي زادوا كملوها هذيك اللعبه. يلا صافي سيروا نيشان لداركم ودوروا على علي من على اليسار سيروا تنعسوا. شوفوا ما جايبين بحال الكوين هادي وداير بالشجيرات والماء مليها صافي يلا. وبهذا انا غادي نخليكم هنايا ونقول لكم ان شاء الله تكونوا دوزتوا معنا وقيته زوينه في هذا الفيديو هذا. وتهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده وجميله بحالكم عما قريب. وبوسه كبيره لكم.